نشرت وزارة الدفاع تقريرا عبر صفحتها الرسمية يرصد عودة الحياة إلى طبيعتها في مدن شمال سيناء. أشار التقرير أيضا إلى استعداد مدينة رفح الجديدة لاستقبال ساكنيها بعد إتمام كافة الخدمة والمرافق. شمال سيناء عادت الحياة إليها بعد سنوات من العمليات العسكرية بعد اقتلاع جذور الإرهاب، وأصبحت اليوم آمنة. يتمتع أبناؤها بكافة مظاهر الحياة الطبيعية كحال كافة مدن محافظات الجمهورية. اهتمت الدولة بالمظهر الجمالي لكافة شوارع وطرقات مدن شمال سيناء لتشمل أعمال التنمية على كل شبر بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن. مدينة رفح الجديدة تنتظر أبناء المدينة ليملأوا كافة وحداتها السكنية بعد أن اهتمت الدولة بكافة مؤسساتها بتوفير المظاهر الحضرية بالمدينة السكنية الجديدة لينعم بداخلها المواطنون بالحياة الكريمة. طبعا كل دوت يعني اتعمل علشان الناس ترجع اراضيها تاني وتعمر وتزرع وترجع الحياه لطبيعتها قبل ما كانت قبل كده يعني، ورجعت رفع زي ما كانت قبل كده. المدينه تقريبا فيها كل الخدمات اللي بيحتاجها كل المواطنين. مدينه رفح الجديده معموله لحس الحياه ترجع لرفح تاني بعد الفتره اللي عشناها بسبب ظروف الارهاب. الحمد لله الدنيا اتطهرت على الاخر، ما فيش اي مشاكل، فبالتالي الناس كلها هتبدا ترجع ان شاء الله، وهتسكن في عماير حاجه محترمه وحاجه معموله طبقا لكل المواصفات، ان شاء الله ترجع الحياه لطبيعتها بالكامل. انها الشيخ زويد، المدينه التي يتمتع اهلها بالبساله والكرم وحسن الضيافه، والذين اكدوا ان المناخ الامن ادى الى امتلاء كافه الطرق والمصالح الحكوميه بابناء المدينه ليمارسوا اعمالهم بشكل يومي بكافه المجالات، كما امتلأت الاسواق بالمواطنين لتلبيه كافه احتياجاتهم. ربنا أنعم علينا بالأمن والأمان، إحنا اليوم في أفضل أيام من 10 سنين، الأسواق عامرة والناس بتمارس حياتها اليومية بأمن وأمان. والله اختلافات كتير الحمد لله، رجعت الحياة لطبيعتها يعني تقريبا نسبة 100%، يعني كنت الأول ما تقدرش تخرج من بيتك، وكنت دلوقتي الحمد لله تقدر تخرج وتطلع في أي وقت، والبضايع الحمد لله متوفرة وكل حاجة متوفرة عندنا، يعني أحسن من أول بكتير. شمال سيناء تشهد اليوم تنمية حقيقية بكافة مناح الحياة، ليتدفق الأمل نحو مستقبل أفضل يعيش فيه أبناء المحافظة.